اهلا بكم من جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس جديد اللي هو الجرافسات، او بالاحرى تراديكسيون جرافسات لادر. كما كنعرفوا جميع، هاد الجرافسات كتكون من خمسة ديال لي بارتي. جراف هي جرافيك، اف فونكسيونيل، سي كوموند، او ايتاب، دي ترانزيسيون. يعني كامله كتعني جرافيك فونكسيونيل دو كوموند ايتاب ترانزيسيون. هاد الجرافسات هو واحد ريبريزونطاسيون غرافيك ديال واحد البروغرام اللي كنصايبوه على حساب واحد الكاي تشارج بيان ديتيرميني. دونك هاد الجرافيك تسهل علينا لا ليكتور ديال هذاك البروغرام. بحال مثلا في هاد البروغرام اللي مديرو انا هنايا، هنايا في هاد الجرافسات عندنا ترانزيسيون ان دي بارسيكل. يعني ملي غنورك على دي بارسيكل، الشاريو ديالي ولا الكونفويور غيمشي لا دروات، ومني غادي يوصل فان كورس دروات غادي ديزاكتيفي هاد دروات ودوز تاكتيفي لينا لا غوش. دونك يتم غادي لا غوش حتى فان كورس غوش. مني تدوز فان كورس غوش عاوتاني تيقلب لا دروات. وهنا في هاد الحال من بعد هنايا عندنا بورت او، يا اما فان كورس دروات ويرجع لينا لا غوش، يا اما اري ويرجع لينا ليتاب انيسيال حتى نوركو عاوتاني على دي بارسيكل والسيكل يبدا من جديد. كما كتلاحظوا معايا انا ملي كنت كنشرح كنت كنقول لكم تاكتيفا ديزاكتيفا. هذا هو الدور ديال هاد لي ترانزيسيون تي ان. مثلا تي ان تاكتيفي لينا اكس 2 و تديزاكتيفي لينا اكس 1. تي 3 مثلا تاكتيفي لينا ليتاب 4 و تديزاكتيفي لينا ليتاب اللي كانت من قبل، يعني ايتاب 3. هذا هو الدور ديال هاد لي زيتاب. وهاد لي زيكس قدامهم لاكسيون، اللي كل لاكسيون يعني السورتي ديال سميتو ديال الكاي تشارج اللي عندنا. دابا باش نديرو لا تراديكسيون نبداو بلي ترانزيسيون بلي تي. دونك لي ترانزيسيون تراديكسيون ديالهم سهله. كنمشيو قدام هذيك تي اللي بغينا تنشوفو اشنو فيها. بحال مثلا هنا عندنا دي بارتيكل وكنضربوها في اكس اللي كانت قبل. مثلا هنا تي ان، تي ان شحال كتساوي؟ هنايا تي ان فوالا، تي ان تيغال ا دي باسيكل هي دي اللي قدامها فوا اكس ان. نديروها هنا بالكحل باش تبان. نفس الشيء في ترانزيسيون دو، تي دو تيغال ا اف سي دي فوا x2. نفس الشيء تي 3، تي 3 ايت ايكال ا اف سي جي فان كورس غوش فوا x3. ونفس الشيء مع تي 4 ايت ايكال ا اري فوا x4. و تي 5 ايت ايكال ا هذيك اللي قدامها اف سي دي فان كورس دروات فوا اكس 4. حيت هنا ما عندناش اكس 5، عندنا هاد اكس 4 من وراها جوج ديال ليطاب اون او، جوج ديال لي ترانزيسيون او او. دونك هادو هادي لا تراديكسيون ديال لي ترانزيسيون. هنا كما كيبان لكم راه ساهله بزاف. دابا غادي ندوزو لي زيتاب اللي هما عاد فيهم عاد شويه ديال الغموض. هنا لي زيتاب مثلا في ليطاب الاولى اكس 1، كما كتلاحظوا معايا اكس 1 دائما خاصها تكون اكتيفي في اول فونكسيونمون. دونك هنا في هذه الحاله تنزيدوا على واحد البيت اللي سميتو بي اس برومي سيكريتاسيون، والادريس ديالو هي s2.1/15 في اريس لوجيكس بيان سور. عقلوا معايا هذا الادريس مزيان، غادي تبقى تعاود بزاف ديال المرات s2.1/15. دونك باش نشوفوا اكس 1، x1 ايتيغال قلنا x1 كتساوينا ترانزيسيون اللي كتاكتيفيها يعني اللي كانت قبل تي 4 فوالا بلس هذيك البي اس اللي هضرنا عليها برومي سيكريتاسيون يعني البا الاول بلس البار ديال هذيك اللي كديزاكتيفيها يعني x1 فوا تي 1 بار. كنظن ان الامور واضحه حتى لدابا. دونك القضيه سهله، اكس 1 كما قلنا كتاكتيفا بالترانزيسيون اللي قبل منها تي 4 وتديزاكتيفا بتي 1.
يعني خاصة اكس ان تساوي لنا تي كات زائد هذيك البريمي سيكراتاسيون زائد هاد تي بار فوا اكس ان. دونك دابا ندوزو اكس دو، اكس دو ايتيغال ا ترانزيسيون اللي كانت قبل تي ان فوا بلوس اكس دو فوا تي دو بار. دابا غادي ندوزو لاكس تروا، ليتاب اكس تروا. دونك هنا خاصكم تردو معايا شويه البال، تقدروا تصيدوا كيما تصيدت انا النهار الاول بيان سور. هنا اكس تروا قلنا دائما ليتاب اللي قبل منها، هنا كيما كتلاحظوا معايا كاين واحد الخطيه جايه هنايا. دونك هنايا عندنا اكس تروا ليتاب اللي كانت قبل منها هي تي دو او حتى تي سانك، يعني حتى تي سانك حتى هي كتجيبك لهنايا. دونك غادي دير تي دو بلوس تي سانك، هذا باش نديرو بلوس اكس تروا فوا تي تروا بار. كنظن ان الامور واضحه. دابا غادي ندوزو اكس كات حتى هي فيها واحد لو تريك، ردوا معايا البال. دونك اكس كات دائما نفس البرانسيب، كنشوفو شنو كان قبل. هنايا عندنا تي تروا، دونك تي تروا بلوس اكس كات فوا داكشي اللي من بعد بار فوا تي كات بار و تي سانك بار، حيت هنا بجوجهم عندنا من ورا اكس كات، وهنا عندنا بورت او. دونك خاصها ما تكونش عندك هادي وما تكونش عندك حتى هادي، بجوجهم كي ديزاكتيفيوها. دونك غنديرو تي كات تي سانك بار بجوجهم بار. فوالا، كنظن ان دابا كلشي واضح. بقاو لينا لي زاكسيون، لي زاكسيون هما هادو اللي كيكونوا وسط من هاد لي ريكتانجل. دونك هنا عندنا دروات غوش دروات، دونك غادي نمشيو نديرو ليهم سما لي زادريس ديالهم. هنا لي زاكسيون حتى هما كناخدو ليهم ديز اكس، بحال مثلا اكس دو تنديرو تساوي اشنو، كتساوينا دروات. مثلا حنا كنا غنسميوها دروات، و اكس تروا كتساوينا غوش، و اكس كات حتى هي تتساوينا دروات. يعني بحال قلتي دروات كتعطينا في اكس كات ولا اكس دو. هذه هي لا تراديكسيون غراف سيت لادر، كنتمنى انها تكون مفهومه. الفيديو الجاي غادي نطبقوا هذا الشيء في اريس لوجيك 500.